الملايين، عاصمة الميادين، ميدان الوثب لسباقات الهجن لانطلاقة سن الحجائج لهذا اليوم. بسم الله وعلى بركة الله أعلنت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي للجعدان. في تعداد الأشواط الشوط الثاني عبر قناة ياسر الرياضية، حيث من تتابعون هذه الانطلاقة نذهب إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول لنجد على الصدارة من يأتي مع المقدمة. عباب تعود الملكية لسلطان بن سعيد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم من يتقدم مع الصدارة والبداية. ثاني المراكز العنيف تعود الملكية عبد الله بن سيف بن مبارك الخيلي من يعلن حضوره ويقدم العنيف مع المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات وينطلق مشاهدينا الكرام جلبوت تعود الملكية موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى من يقدم هذا الانطلاق لجلبوت، يتقدم مع المركز الثالث. رابع المراكز شاهين سعيد بن سالم بن حمد العامري، نشوف اللي في المركز الخامس ينطلق مباشرة مبلش سيف بن سيل بن كلثم الخيلي من يقدم هذا الاسم والانطلاق. المركز السادس، سادس المراكز، القادم والمنطلق عجيب محمد بن راشد بن نايع الغفلي. سابع المراكز تدخل ممتاز في هذه اللحظات وينطلق المخبر تعود الملكية مبارك بن سعيد بن مبارك بن عايد الكتبي، ومن الجانب الآخر من يتسلل مباشرة مشكور عبيد بن عوض بالكيل العامري من يقدم هذا الاسم. تاسع المراكز اللي في المركز التاسع انطلاق مباشر في هذه اللحظات من مشغل سيف بن محمد بن عزيم المنصوري. أما اللي في المركز العاشر وختام النداء الأول يتقدم مردف سعيد بن محمد بن سالم الأحفاري. هكذا النتيجة، هكذا النداء الأول للشوط الأول الرئيسي في هذا الصباح للقعدان. مقدمة الشوط مباشرة عباب ما زال هو على المقدمة بهذا التقدم الممتاز. سلطان بن سعيد بن محمد بن إبراهيم مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ثاني المراكز من يتقدم في هذه اللحظات شاهين سعيد بن سالم بن حمد العامري بدأ يتقدم ويقدم لنا شاهين، ولكن القادم مشغل سيف بن محمد بن حزيم المنصوري من يتقدم مباشرة مع المركز الثالث. رابع المراكز المخبر مبارك بن سعيد بن مبارك بن عايد الكتبي، حذاري من هذا الاسم، حذاري من هذا الشعار، يتقدم من مركز إلى مركز، ولكن الدخول القدوم في هذه اللحظات مع المركز الثاني. ينطلق مباشرة ويأتينا شاهين عبد الرحمن بن يعقوب بن عبد الرحمن الزعابي، ينطلق مباشرة ودخلنا الأجواء للكيلومتر الأخير واللي مقدمة الشوط اللي حذرتكم منه المخبر على الصدارة بن عايد الكتبي يعلن الحضور يبي الناموس في عاصمة الملايين، ولكن المركز الثاني يتقدم مباشرة من الجانب الآخر. يأتي عجيب، عجيب مع المركز الثاني، ولكن أشوف شيء قادم العنيف، العنيف والخيلي، اتحذروا من العنيف، يتقدم من مركز إلى مركز، ولكن الصدارة والمقدمة هلولة مقدمة الشوط. عجيب عجيب عجيب، بدأ يشن الغارة وإبراهيم قادم في هذه اللحظات يتقدم بهذا الانطلاق والمسار والله. ناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الخيلي يقدم هذا الاسم، ولكن نعود إلى الصدارة. شاهين 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 وعجيب، اللحظات الأخيرة الانطلاق والرقص يحلو في عاصمة الملايين للقعدان الحقائق. عجيب وشاهين، عجيب شاهين شاهين عجيب، الأبطال الأقوياء الناموس وين؟ شاهين 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 على الصدارة. العامري العامري، أشكرك أبو سالم سعيد بن سالم بن حمد العامري، غادر بالنتيجة، انطلق بالناموس، انطلق بالفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمالك شاهين سعيد بن سالم بن حمد العامري، أسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مردف تعود الملكية من قدم لنا مردف سعيد بن محمد بن سالم العفاري. المركز الثالث عجيب محمد بن راشد بن نايع الفضلي. المركز الرابع العنيف عبد الله بن سيف بن مبارك الخيلي. خامسا
قيبود موسى بن عبد العزيز عبد الله الموسى. هكذا النتيجة. الشوط الأول للقعدان يذهب بشاهين ويهدي سعيد بن سالم بن حمد العامري. هذا الفوز والانتصار قاطع المسافة 3 كيلومتر في زمن وقدره. مشاهدين الكرام ها هو أمامكم لحظة وصوله، معلن الفوز وناموس مهدي سعيد بن سالم بن حمد العامري. هذا الانتصار في هذا الصباح مع الشوط الأول الرئيسي للقعدان. تهانينا والناموس لحظة وصوله قاطع المسافة في زمن وقدره. مشاهدين الكرام التوقيت الزمني أربع دقائق 28 ثانية 49 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن سالم بن حمد العامري المركز الثاني. عجيب أو هناك مشاهدين الكرام مردف سعيد بن محمد بن سالم العفاري وقطع المسافة 4 دقائق 29 ثانية 60 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مردف سعيد بن محمد بن سالم العفاري. عجيب ثالثا تعود الملكية من قدم عجيب محمد بن راشد بن نايع الغفلي وقطع المسافة في زمن وقدره 4 دقائق 29 ثانية 99 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الرابع اللي أتى مع المركز الرابع العنيف عبد الله بن سيب بن مبارك الخيلي وقطع المسافة في زمن وقدره 4 دقائق 31 ثانية 19 جزء من الثاني. خامسا وصل هناك مع المركز الخامس جيلبوت لموسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى وقطع المسافة في زمن وقدره 4 دقائق 31 ثانية 57 جزء من الثانية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام.